ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبارية ينشدها إبراهيم العيد يقرأها ضيف الخيبر هذه العمل. خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الخارجية بريطانيا. غير العادي الحصر مع وزير الخارجية البريطاني عقيدة تعاون الأرجلات وعلى جميع الصعد. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده معاليه مع نظيره البريطاني بوريس جونسون اليوم في مقر وزارة الخارجية بالرياض، يبين أن الاجتماعات بين الجانبين تناولت العديد من الموضوعات المهمة على الساحتين الدولية والإقليمية وفيما يعزز العلاقة بين البلدين. الأوضاع الإقليمية فيما يتعلق في عملية السلام وأهمية الوصول إلى حل كامل وعادل لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بموجب مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. تحدثنا عن الأوضاع في لبنان وأملنا في أن يستطيع الشقاء في لبنان أن يشكل حكومة ويكون هناك استقرار سياسي. بحثنا الأوضاع المؤلمة في سوريا وأهمية الوصول إلى حل سلمي مبني على قرار مجلس الأمن 2254 وأهمية إدخال المساعدات الإنسانية للمتضررين في سوريا. العراق طبعا موقف البلدين متطابق فيما يتعلق بأهمية إدخال الإصلاحات